هناك من يقول إن الديمقراطية من الإسلام، هذا جهل بمعنى الديمقراطية. أسأله معنى الديمقراطية. الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالذي يرتضيه الشعب، فإذا ارتضى الشعب فعل قوم لوط الديمقراطية تقره، لكن نحن لا، إننا نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونعتقد أن الشعوب من الممكن أن تضل وتحيد، ولقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل قال الله لرسوله عن الصحابة الذين هم خير الناس، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي نزل بكم العنة والمشقة. فنحن دائما عبيد لله سبحانه وتعالى، نسمع له ونطيع.